السلام عليكم، حيا الله الجميع ويا هلا فيكم. اليوم نصور لكم المستجدات على نبات الخيار. ما شاء الله تبارك الله بدأ الإنتاج. ما تلاحظون حاليا طبعا لسه الأحجام يعني ما زالت صغيرة، يعني في بعض الأحجام بادية تكون على وشك ان نقطفها. باذن الله راح نبدا اليوم اللي هو عالي البوتاسيوم اللي يعطينا تحجيم للثمار ويعطينا اللي هو الطعم يكون جدا ممتاز. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا بعد عالي الفسفور كيف التزهير بدا بامتداد الشتله. ما شاء الله تبارك الله، تزهير مؤشراته جدا ممتازة ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله،